السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الرابعة، أهلا بكم إلى النص المنطوق بعيدا عن أرضي. استمعوا جيدا. ما أبشع الكسكسي الذي نأكله هنا في هذا المطعم الباريسي. إنه عبارة عن ماء ودقيق، ورغم ذلك فإنه سيكون غدائي غدا، لأنني أشتاق إلى رؤية تلك الوجوه السمراء التي جاءت مثلي يشدها الحنين إلى البلاد. سئمت العيش في ديار الغربة، سأرجع إلى وطني وسوف أبني بيتا هنالك في أرض الشمس، في أرض الدفء. سأبني هنالك مع النقاء والطهر والنور. أعيد النص مرة ثانية. بعيدا عن أرضي. ما أبشع الكسكسي الذي نأكله هنا في هذا المطعم الباريسي. إذا هذه جملة تعجبية. إنه عبارة عن ماء ودقيق، ورغم ذلك فإنه سيكون غدائي غدا، لأنني أشتاق إلى رؤية تلك الوجوه السمراء التي جاءت مثلي يشدها الحنين إلى البلاد. سئمت العيش في ديار الغربة، سأرجع إلى وطني وسوف أبني بيتا هنالك في أرض الشمس، في أرض الدفء. سأبني هنالك مع النقاء والطهر والنور. كاتبة النص الكاتبة زهور أنيسي. ننتقل إلى الإجابة إلى الأسئلة المتعلقة بهذا النص. أتذكر وأجيب. أكمل فقرة من خلال ما فهمت. هذا الكسكسي الذي نتناوله هنا سيء المذاق، رغم ذلك فسيكون طعامي في متى؟ في الغد. في الغد، لأنني أشتاق إلى رؤية تلك الوجوه السمراء التي تحن إلى أرض الوطن مثلي، أو إلى الوطن مثلي، إلى أرض الوطن مثلي. سئمت الحياة، أو ملت الحياة، سئمت الحياة هنا. سأعود، سئمت نفسي، سأعود إلى وطني وأبني هناك بيتا في أرض الشمس، أو سأعود إلى البيت وأرض الدفء. وأرض الدفء مع النقاء والطهر والنور، مع النقاء والنور. كان هذا أهم ما جاء في النص، أو هذا تلخيص تقريبا لأهم ما جاء في النص. أكتب الجمل مستعملا سين سوف مثل. الاجتهاد في الدراسة لتطوير الوطن. سأجتهد في دراستي لأطور وطني. غرس حب الوطن في نفوس الطلاب. ماذا أقول؟ في نفوس الطلاب. سأغرس حب الوطن في نفوس الطلاب. سأغرس حب الوطن في نفوس الطلاب أو طلابي. خدمة الوطن بإخلاص. سوف أخدم وطني بإخلاص. رفع راية الوطن عاليا. سوف أرفع راية وطني عاليا.
الحفاظ على أمانة الأجداد، سأحافظ على أمانة أجدادي، سأحافظ على ما هي أمانة الأجداد، هي الوطن، هي هذا الوطن الغالي الذي ضحى من أجله آباؤنا وأجدادنا بالنفس والنفيس، بالغالي والنفيس، من أجل أن نعيش نحن أحرارا في وطننا. حفظه الله وحفظكم أجمعين إن شاء الله، وفقكم إلى كل ما فيه خير لنا ولكم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.